بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 45. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب موانع الميراث. موانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فموانع الميراث هي الأشياء التي إذا وجدت امتنع الميراث، بسببها، وهي ثلاثة: الموانع جمع مانع، وهي الأشياء التي إذا وجدت أو وجد أحدها امتنع الميراث بسبب وجودها، وهي ثلاثة: الأول الرق، والثاني القتل، والثالث اختلاف الدين. فالأول وهو الرق، المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرقيق هو المملوك. الرقيق هو الإنسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب ويتمول. يتعجب بعض الناس خصوصا الجهال أو الكفار ومن في قلوبهم مرض، فيقولون: كيف الإنسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو إنسان؟ وبنو آدم خلقوا أحرارا، بنو آدم خلقوا أحرارا، فكيف يتمول هذا الإنسان ويباع ويشترى وتهدر إنسانيته ويصير مثل البهائم؟ والجواب أنه صحيح أن هذا الإنسان خلقه الله حرا، خلقه الله حرا وكرمه بالإنسانية، ولكن الله خلقه لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقه لعبادته، فإذا أبى أن يعبد الله وكفر بالله وأشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، أمر بقتال الكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم وهم عبيده. أمر المسلمين بقتالهم، فإن تابوا ودخلوا في الإسلام وعبادة الله فإنهم يكونون محترمين، ويحرم الاعتداء عليهم لأنهم رجعوا إلى عبادة الله
وإلى ما خلقوا له، وإن قتلوا في الحرب فهم هدر، لأنهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا، وجزاؤهم في الآخرة أنهم خالدون مخلدون في النار. جزاؤهم في الدنيا أنهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر، حلال دمهم وحلال مالهم، تؤخذ أموالهم غنيمة وتسبى نساؤهم وأولادهم، تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين. فهؤلاء الذين يسبون لا يقتلون ولو كانوا كفارا، النساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا، ولكن الله ضرب عليهم الرق وهو العبودية والملك بسبب الكفر. هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف، عجز حكمي لا عجز بدني. يسلب هذا الإنسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك، يسلب هذه الحرية لأنه أصبح مملوكا. هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر، سببه الكفر، أنهم كفروا بالله فالله جل وعلا أذلهم، لما أبوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم، فصاروا مملوكين. وإذا وقع عليهم الرق فإنه يستمر ولو أسلموا بعد ذلك، لو أسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، ويسري على ذراريهم ما تناسلوا، ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا إلا بالعتق إذا أعتقهم من يملكهم، وإلا فإنه يستمر عليهم الرق. ومن عجزهم الحكمي أنهم لا يرثون، أنهم لا يرثون ولا يورثون، لا يرثون لأنهم ليسوا أهلا للتملك، ولا يورثون لأنهم ليس لهم مال، وما ملكوه فهو لسيدهم، فما حصله الرقيق من المال فإنه يكون لسيده، فليس لهم مال يورث عنهم. هذا معنى المانع الأول وهو الرق، وعرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الإلهية فيه أنه عقوبة على من كفر بالله عز وجل، لأنهم لما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم. هذا المانع الأول. مانع الثاني القتل. إذا قتل القريب قريبة، أي نوع من القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو تسببا، فإنه لا يرث القاتل، لا يرث المقتول. فلو فرضنا أن أخا قتل أخاه الشقيق، وأخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة، فالقاتل يحرم من ميراثه وله أخوه أو أباه، لو أن الابن قتل أباه فإنه لا يرث. وليس من شرط القتل أن يكون عمدا، بل لو قتله خطأ ليس فيه قصاص، لو قتله خطأ
يسوق سياره وأسرع بالسياقه أو ساقه وهو ما يعرف ومعه رأس بن معه أبوه، ثم حصل حادث ومات الأب وبقي الابن اللي يسوق السيارة، وقول أنت محروم من هذه الملايين من هذه العمارات لأنك تسببت في قتل والدك، ليس لك منها شيء، وإخوته الباقون يرثون هذه الأموال. والحكمة في ذلك منع القاتل من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، الحكمة في ذلك سد باب القتل، لأن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان قد تطول عليهم حياة صاحب الأموال، تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الأموال فيستعجلون ويقتلونه من أجل الإرث، فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد. هذه هي الحكمة الإلهية في منع القاتل من الإرث لئلا يتسارع الناس إلى القتل طمعا في الأموال، ولأن القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل تعجل الميراث قبل أوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان. في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كان مباشرة أو تسببا، فكل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، كل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، أو تقول بعبارة أخرى كل قتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث. والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في أموال أقربائهم فيقتلوهم تعجلا للميراث، لأن النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله أو يحتال على قتله، يحتال ولو حيلة، فإذا ثبت أن له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فإنه لا يرث. حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص، لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لأنهم تسببوا في قتل مورثهم، ولئلا يتخذوا الشهادة حيلة للميراث لو شهدوا وشهادتهم صحيحة إن قريبهم قتل فلانا من الناس، فجاء أولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح، ليس لهم ميراث لأنهم تسببوا في قتل مورثهم. والحكمة هي سد الذرائع والإبعاد عن القتل. الثالث من الموانع اختلاف الدين، بأن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، كان يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وكذلك بقية الملل، اليهود لا يرث، اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، والكتابي لا يرث الوثني والوثني لا يرث الكتابي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين شتى. فإذا كان أحدهما على دين والآخر على دين آخر
سواء كان الدين الإسلام والكفر أو الكفر بعضه مع بعض. الكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين. والحكمة في ذلك أنه لا تناصر بينهم إذا كانوا على ملتين، فإنه لا تناصر بينهم، لا تناصر بين المسلم والكافر، ولا تناصر بين أهل الملل بعضهم مع بعض، كل بعضهم لبعض عدو. اليهودي عدو للنصراني، والنصراني عدو لليهود، والوثني عدو للكتابي، والكتابي عدو للوثني. فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناصر بينهم، لأن الإرث مبني على المناصرة والموالاة. هذه موانع الإرث ثلاثة. نعم. وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين الكافر والمسلم. في رواية المذهب أن المسلم يرث الكافر بالولع، ولكن الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره، لحديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام. نعم. مسألة: والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم. أما المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام فهذا لا يرثه أحد، لا المسلمون ولا الكفار، لأنه ليس له دين، أصبح ليس له دين، فيكون ماله فيئاً، يكون ماله فيئاً يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة. نعم. والمرتد لا يرث أحداً لأنه ليس بمسلم. ولو مات قريبه، لو مات قريب المرتد فإن المرتد لا يرث من قريبه أياً كان، سواء كان مسلماً أو كافراً، المهم أن المرتد لا يرث ولا يورث مطلقاً، ومثل يعني يحال بينه وبين التملك لأنه مهدر الدم. نعم. لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله. لو انتقل إلى النصرانية أو اليهودية ما يقبل منه ذلك، ما يقبل منه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل، قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة هذا المرتد، فحكمه القتل إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وإلا فإنه يكون مهدر الدم، وذلك حماية للعقيدة. ما يصبح دين الإسلام ألعوبة، يسلم اليوم ويرتد بعد قليل أو بكرة، لأنه إذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليه الاستمرار. أما إنه يتلاعب ويخدع يسلم اليوم وباتر يكفر، لا، هذا يضرب على يده، يمنع التلاعب في العقيدة. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من الكيد للإسلام ولا يقره الإسلام، ولأنه عرف الحق. ما دام أنه عرف الحق فلماذا يتركه؟ يجب قتله، لأنه أصبح لا يصلح للحياة،
تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه، فيجب إما أن يتوب ويرجع وإما أن يقتل. هذا حكم المرتد. ولو قال أنا أصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا. خلاص أنت عرفت الحق، عرفت أن اليهودية باطلة وأن النصرانية باطلة، فلا يقبل منك هذا، يعني باعترافك أنها باطلة، وكيف ترجع إليها؟ ما يقبل منها هذا. نعم. لا يذكر أحد بذلك، فإذا مات فماله فيكون في بيت مال المسلمين، يصادر ماله. في حال حياته يوقف عن التصرف، في حال حياته يوقف عن التصرف ويحجر عليه، وإذا قتل فإن ماله ينتقل إلى بيت المال. نعم. وهو قول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين، روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي مسعود رضي الله عنهما، ولأن رجته بمنزلة موته فيرثونه حين ارتد وينتقل إليهم برجته كما ينتقل ميراث الميت بموته. وعنه القول الأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث متفق عليه وهو عام في المرتد وفي غيره. نعم. وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما يرثون من كان أصليا في دينهم. وهذا أيضا غير صحيح، لأنه اعترف أن دينهم باطل يوم أن أسلم ودخل في الإسلام، اعترف أنه ليس هناك غير الإسلام دين صحيح، فكيف يرجع إليه وهو باعترافه دين باطل؟ نعم. والصحيح الأول لما سبق من الحديث، حديث أسامة بن زيد. نعم. ولأنه كافر فلا يكفر المسلم كالكافر الأصلي، أو مال مرتد فلا يورث الذي اكتسبه في حال مدته، ولا يصح جعله لأهل دينه لأنه لا يكفر فلا يكونه كغيرهم من أهل الأديان. نعم. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث. لا يرث أحدا لأنه ليس أهلا للتملك، ولا يورث لأنه ليس له مال، ما حصله فهو لسيده لأنه ملك لسيده، فماله لسيده. نعم. وقد أجمع على أنه لا يورث، فإنه لا مال يورث عنه، ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر، يدور إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة. اختلف العلماء في العبد هل يملك، الصحيح أنه يملك بالتمليك إذا ملكه سيده ملك، ولكن يؤول المال إلى سيده، إذا مات يرجع المال إلى سيده لأنه ملكه، حتى ولو قيل أنه يملك بالتمليك فإنما آل المال إلى سيده ليس له مال، وإنما تمليكه ناقص ليس بتام. نعم. بدليل ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة، بدليل قوله عليه السلام من باع عبده له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا دليل على أن ملك العبد لسيده، قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله، يعني وللعبد مال فماله للبائع الذي هو السيد إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، فدل على أن ما ملكه العبد فهو لسيده. نعم. وأكثرهم على أنه لا يرث، روي ذلك عن علي وزيد، وحكي عن طاووس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصي له، ولنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا ومنع كونه وارثا كالمرتد. وأيضا إذا على هذا القول أنه يملك أنه يرث ويكون ميراثه لسيده، يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده، هذا فيه إجحاف لأن المال انتقل
عن الأقارب إلى أجنبي وهو السيد، فيه إجحاف. فكيف ينتقل مال قريبهم إلى أجنبي عنهم وهو سيد العبد؟ نعم، هذا ما يصلح. نعم. ويخالف الوصية فإنها تصح لمولاه، والميراث لا يصح لمولاه افترقا. لأن الوصية ما هي بتمليك. الوصية لو أوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية، لكن لأنها ليست تمليكا. نعم. مسألة: ومن كان بعده حرا ورث وولد. إذا المبعض، هذا قضية المبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون. الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان نصفه حر فإنه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط. نعم. ومن كان بعده حرا ورث وورث. ورث وورث. ورث وورث. وحجب بمقدار ما فيه من الحرية. لما روى عبد الله بن احمد باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه يعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما عتق منه. فاذا خلف اما وبنتا نصفها حر وابا حرا، فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللام مع حريتها، ولك البنت الثلث والسدس مع حريه البنت. اي ان الرقيق المبعض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فهذه البنت التي نصفها حر ورثت نصف ميراث وهو الربع، وحجبت الأم نصف حجب من الثلث إلى السدس. نعم. وللأم مع حريتها، ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها على الثلث، وبنصف حريتها تحجبها على نصفه، ويبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي منها. ولو شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخلافة فتقول كتنزيل الخلافة. نعم. فتقول: إن كانتا حريتين فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، يعني تجعل مسألتين، مسألة حرية ومسألة رق. تجعل مسألتين، مسألة حرية ومسألة رق، كما تجعل للخنثى مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع تحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف. نعم. وإن كانتا رقيقتين فالمال للأب، وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف، وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث، وكلها تدخل في الستة، تضربها في الأربعة الأحوال تكون 24، للأم ثلاثة وهي الثلث، وللبنت ستة وهي الربع، والباقي للأب، وترجع بالاختصار إلى 8. نعم. والثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. نعم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن عبد البر في كتابه. وروى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه،
وإن لم يكن له والد غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل الميراث. ولو كان نعم ولو كان إيش؟ وإن لم يكن له والد غيره، وإن كان والده أو ولده والده وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل الميراث. يعني لو قتل الوالد ولده لم يرثه، وكذلك العكس لو قتل الولد والده لم يرثه، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. وهذا يكثر الآن في الحوادث، حوادث السيارات، فإذا كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فإنه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث، إذا حكم عليه بنسبة تسبب ولو 1%، فإنه ليس له ميراث. نعم. رواه الإمام أحمد. نعم. ولأن ترويج القاتل يفضي إلى تكفير القتل، لأن الولد ولأن ترويج القاتل يفضي إلى تكفير القتل. إلى تكفير القتل، يعني يتخذ القتل حيلة للحصول على الميراث. وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لأجل يموت المورث فيأخذ أمواله، فمنع هذا، سد الباب. نعم نعم. لأن الولد ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله. إيه قال اركب بوديك وبعدين تسبب في الحادث، أما أنه أسرع وإلا أنه عدل بالسيارة وهي مسرعة إلى جانب الطريق، أو تلاقى مع سيارة ثانية حصل الحادث لأجل أن يرثه، ويقال أنه هذا حادث ما في شيء، نقول لا، ولو كان سدا للباب. ولو كان الابن من أصلح الناس أو الأب أو القريب من أصلح الناس لا يورث، ما دام ثبت أنه له تسبب في الحادث ليس له ميراث. نعم. وأجمعوا على أن قاتل العمد لا يرث إلا شيئا شاذا يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير، وهو رأي الخوارج. نعم، القاتل العمد هذا ما في إشكال أنه لا يرث، لأن الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث، وهذا بالإجماع إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شاذ، وأما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه، لأن الخوارج لا يعتمد على خلافهم بين الأمة. نعم. وأكثرهم يرى أن القاتل الخطأ لا يرث المقتول. أكثر أهل العلم. أما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد، المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العمد، أما الخطأ فلا يمنع عندهم، هذا عند المالكية. الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق، فإنه لا يرث. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المضمون بكفارة أو دية يمنع الميراث، أما القتل الذي لا ليس بمضمون فهذا لا يمنع الميراث، كقتل القصاص، لو قتل قريبه قصاصا فإن هذا لا يمنع من الميراث، أو قتله بحد كحد الزنا، قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث لأنه قتل بحق، هذا عند الحنابلة، وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعية. المالكية قصروه على العمد، والشافعية عمموه حتى في القتل الذي بحق. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق يمنع الميراث، أما القتل الذي بحق فإنه لا يمنع الميراث، كقتل الزاني المحصن بالرجم أو بالقصاص هذا لا يمنع، أو دفاعا عن النفس
لو قتله دفاعا عن نفسه أو عن ماله، قتل صائلا وهو قريب له قتله دفعا لصياله، فهذا قتل مألوم به فلا يمنع الميراث. نعم. وأكثرهم يرى أن القاتل حتى الخطأ لا يجد المقتول، روي عن جماعة من الصحابة، وورثه القوم من المال دون الدية، لأن ميراثهم ثابت بالكتاب والسنة، خصص منه قاتل العمد بالإجماع، فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص. هذا قول المالكية، إنهم ما يمنع من الميراث إلا القاتل العمد، ولكن لا يرث من الدية. القاتل لا يرث من الدية في العمد. نعم. ولنا الأحاديث، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، فقاتل العمد والرقيق والعلومات مخصصة بما ذكرنا. مسألة عمومات المواريث مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث أو ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، هذا يخصص عمومات المواريث. نعم. مسألة وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا، أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه. هذا عند الحنابلة، إذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث، كما لو قتله حدا أو قتله قصاصا أو قتله دفعا للبغي فإنه لا يمنعه من لأن هذا قتل مأذون به شرعا، والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة. أما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء. نعم. لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاء كي لا يقضي إلى اتخاذ القتل المحرم. وحرمان الميراث فهنا ربما يمنع من استيفاء الحج الواجب، والتوريث لا يقضي إلى اتخاذ القتل المحرم، فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه. يعني يقول لو مشينا على القول بأن القاتل بحق يمنع من الميراث أفضى هذا إلى مفسدة، وهو أنه لا تقام الحدود. إذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف أنه ما هو بوارث منه قد لا يقيم عليه الحد، يقول خلوا لما يموت هو علشان آثم، أما أن يقتلوا بالحد أبمنع من الميراث، هذا يفضي إلى منع الحدود، فيفضي إلى مفسدة. نعم. ومثله الشهادة. نعم. عند الحنابلة ما يمنع، لكن عند الشافعية تمنع. نعم. باب مسائل شتى في المواريث، يعني مسائل شتى يعني متفرقة في المواريث، كأنه أراد أنه ينتهي جابها الباب علشان يستقصي ما مر أو ما فات فيما سبق. أنا أشوف الإخوان الحضور قليل، وذلك بسبب الامتحانات، فلو أجلنا الدروس إلى ما بعد الامتحانات يكون أحسن. نعم. الحضور اليوم بس. ها؟ الحضور يكون اليوم بس قليل. لا، حتى أمس قليل وهم عندهم امتحانات، ولو نأجل الدراسة والدروس لما تخلص الامتحانات، لأن المشغول لا يشغل. ها؟ كيف؟ إيه، رمضان حتى لو ما في امتحانات، رمضان ما في دروس، رمضان هو رمضان، ما في غير رمضان، ما في شيء، رمضان ما يتسع الغير رمضان. نعم. يوم الجمعة ما يجون؟ تضمن لنا أنهم يجون؟ تضمن؟ طيب، إذا كنت بتضمن ما يخالف. طيب، ما يخالف. يوم الجمعة نشوف إن كان حضر ناس كثير استمرينا، وإلا قلنا بأمان الله. ها؟
إيه؟ نعم. إذا مات عن حمل يرث وقص له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر. طيب هذه مسألة، والثاني وش هي؟ المسألة في الصفحة بعد الحمل وش قال؟ المفقود. وبعده كنت المشكل طلاق مسائل الطلاق. خذ لنا مسائل الطلاق. نعم. مسألة. نعم. وإن طلق المريض مرض الموت المقوم، هذه يقال لها ميراث المطلقة، يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة، تنبهوا لهذا. يعني لو مات، لو طلق امرأته ثم مات وهي في العدة، لو طلق امرأته ومات وهي في العدة، فهل ترث أو لا ترث؟ هذا فيه تفصيل. أولاً إذا كانت المطلقة رجعية، إذا كانت المطلقة رجعية فإنها ترث لأنها زوجة. لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فإنها ترث لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثانياً، إذا كان الطلاق بائناً وهو غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث. إذا كان الطلاق بائناً يعني ليس رجعياً، ليس له رجعة عليها وليس متهماً بقصد حرمانها، طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض، أو طلقها في المرض غير المخوف، مثلا يوجع ضرسه ولا يوجع اصبعه في جرح مرض ما هو مخوف، طلقها في هذه الحاله، هذا لا 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 يمنع، هذا لا يتهم فيه. فاذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها، اما في حال الصحه او في حال مرض غير مخوف، فانها لا ترث لأنها ليست زوجة، مات وهي ليست زوجة له فلا ترث. الحالة الثالثة، إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وما الذي يدرينا أنه متهم؟ القرائن، القرائن تدل على هذا. فإذا قامت قرائن على أنه قصد حرمانها من الميراث، يوم شاف أني بيموت طلقها، فهذا دليل على أنه يقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث. ولو شفي، ما شاء الله شفي وتعافى، قال جلبي زوجتي ما دام أنكم تتورثونه، قلنا لا، أنتم طلقها طلاق بائن راحت عليك، لكن لو مت ورثتك لأنك متهم بقصد حرمانها فتعامل بنقيض قصدك. هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المسألة. نعم. مسألة، وإن طلق المريض مرض الموت المقروب امرأته طلاق متهم فيه بقصد حرمانها، يقصد حرمانها الميراث، مثل إن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة أو خارج العدة ما لم تتزوج، ترثه ما دامت في العدة أو حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم. لما روي أن عثمان رضي الله عنه ضربت ثماضر تماضر بنت الأصبر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف. الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ثريا، طلق تماضر زوجته وهو في مرض موته المخوف، فارتفعت القضية إلى عثمان الخليفة الراشد
فحكم لها بالميراث، حكم لها بالميراث. فهذا دليل على أن من طلق في المرض المخوف أن زوجته ترث، لأنه متهم بقصد حرمانها. المرض المخوف مثل الآن مرض السرطان والأمراض التي لا يرجى لها شفاء، مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين في المعركة، هذا مخوف لأنه في مكان خطر، هذا مثل المرض المخوف. فإنه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه. نعم. تماظر من أصغر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها. بتها يعني طلقها ثلاثا. نعم. واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا، فكان إجماعا سكوتيا على أن من طلق في المرض المخوف في مرض موته أن امرأته ترث. نعم. ولأنه يعني طلق طلاقا بائنا. نعم. ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعولم بنقير قصده كالقاتل. نعم. وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان، إحداهما ترثه لأن عثمان رضي الله عنه ورث أموات عبد الرحمن بعد انقضاء العدة. هذا في متن الزاد يقول ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد فإنها ترث ولو خارج العدة. نعم. ولأنه طاهر من ميراثها فورثته كالمعتدة، لأن خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة. نعم. والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت من كلية فلم ترثه كما لو تزوجت. هذا ضعيف، الكلام هذا ضعيف، لأنه ليس المقصود بقاها في العدة، هي حتى وهي في العدة ليست زوجة، لأنها باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لأنها باين، وإنما ورثت من أجل المعاملة بنقيض قصده، وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة. نعم. لكن إذا تزوجت انقطعت صلتها بالأول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين، لأنه لو مات زوجها الأخير ورثته فلا ترث الأول، يجمع لها بين ميراث زوجين هذا ما يمكن. نعم. ولأن ذلك يفضي إلى توليد أكثر من أربع زوجات بأن تزوج أربعا بعد انقضاء عدة مطلقة، وذلك غير جائز. نعم. مسألة، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة، الرجعية ترث مطلقة بدون تفصيل لأنها زوجة ما دامت في العدة. إيش الدليل على أنها زوجة؟ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فسماهم إيش؟ سماهم بعولة، سماهم بعولة يعني أزواج، فدل على أن المعتدة زوجة. فلو ماتت يورثها هو، ولو مات هو ورثته هي، كما في حال النكاح القائم سواء. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماهم بعولة. نعم. مسألة، وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا يسمونه باب الإقرار بمشارك في الميراث، الإقرار بمشارك في الميراث. فإذا أقر الورثة كلهم أن هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه، لأنهم اعترفوا بذلك على أنفسهم،
أما لو اعترف بعضهم وأنكر البعض الآخر فإنه يشارك المقر فقط في نصيبه، يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر. لو أنكر بعضهم وأقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فإنه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط، أما البقية فلا يسري عليهم إقرار غيرهم، لأن إقرار الشخص على غيره لا يقبل. نعم. وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكر أو أنثى، لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدل كالدين. نعم. ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدل كإقرار الموجود. نعم. يعني لو كان الوارث واحد وأقر ما يقال لازم اثنين يقرون، يكفي إقرار الواحد، لأن يعني هذا مجرد إخبار، ولأنه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه فيقبل. نعم. مسألة كما لو أقر بدين، لو أقر الشخص لشخص آخر بدين عليه قبلنا إقراره وأثبتناه عليه ولو كان فاسقا، لأنه اعترف بحق عليه يثبت عليه ولو لم يكن عدلا. العدالة إنما تطلب في الشهادة، أما الإقرار فلا تطلب فيه العدالة، إنما يطلب فيه صحة التصرف، صحة التصرف. فلو أقر مجنون أو معتوه أو من هو دون البلوغ فإن إقراره غير صحيح لأن تصرفه لا يصح. نعم. مسألة وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه لأنه لا يرث المال كله. نعم. ولو كان المقر عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة فإن شعر منه العدلان أنه ولد على فراشه وأن الميت أقر به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث، لأنهما لو شهدا على غير موحدهما قبل فكذلك على موحدهما. ولد على فراشه يعني في عصمته، الفراش معناه العصمة، فإذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فإن هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فإن أصر على نفيه فلا بد من الملاعنة، لا بد من الملاعنة بينهما، وإن لم يلاعن فإنه يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. مسألة وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له قرض ما في يده عن ميراثه. نعم. يعني لو أقر بعضهم قلنا أنه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فإنه يأخذه، لأنه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه، أما البقية فلا يسري عليهم إقراره. نعم. فإذا أقر أحد اثنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده. بالنسبة له. نعم. لأن الثلث بينهم أثلاثا أو أخماسا. أخماسا إن كانوا ذكرين وأنثى، وأثلاثا إن كانوا ذكر وأنثى. نعم. لأن التركة بينهم أثلاثا أو أخماسا فلا يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث أو الخمس. نعم. كما لو ثبت نسبه ببينة نسبه. نعم. ولأنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين.
نعم. ولأنه لو شهد معه أجنبي بالنسب ثبت. نعم. ولو لزمه أكثر من قصته لم تقبل شهادته، لأنه يجرح بها نفعا إلى نفسه بكونه يسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه. مسألة اللي بعدها. نعم. باب الولاء. يكفي. نعم. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، هذا الولاء. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه. فإذا أعتق عبدا، أعتق عبدا صار له ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة بالنسب، هو آخر العصبة بالنسب. إذا لم يوجد عاصب بالنسب، إذا لم يوجد عاصب بالنسب فإنه يأتي دور العصبة بالولاء، يأتي دور العصبة بالولاء، سواء في كل المال أو فيما أبقت الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان المعتق ليس موجودا فإن عصبته يقومون مقامه، عصبة المعتق بأنفسهم، العصبة بالنفس، يقومون مقام معتقهم، يقومون مقام مورثهم، يقومون مقام مورثهم فيرثون مولاه. نعم. 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 فضيلة الشيخ، ذكرتم أن طريق ارتفاع الربح هو العتق فقط، فهل يعتبر مكاتبة السيد عبده عتقا منه؟ هنا سواء كان العتق تقربا أو كان بعوض، والعتق بالكفارة، والعتق بالمكاتبة، والعتق ابتداء على وجه التقرب، كل أنواع العتق كلها ترفع الرق، كلها ترفع الرق. نعم. فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر، بيد أنه جاء أعوذ بالله. نعم. بيد أنه جاء بنفي هذا النظام عن طريق فتح أبواب، عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها لإعتاق الموالي بالتدريج حتى رقبة العبد كفارة ذلك عتقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما هو توجيهكم؟ هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين، مع الأسف يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم، لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها، يردون بها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون إن الإسلام إنه يملك الناس وإنه يسترق الناس وإنه فأرادوا أن يرد عليه، أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهة ويزيد العدو تمسكا بباطله،
الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان. وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل. ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية. ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق يكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح لو كان الرق باطلا، الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف ويجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز. فالرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم. فضيلة الشيخ، الأذان. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الأب راكباً مع ابنه في سيارته، وكان القائد للسيارة هو الابن، وحصل لهما حادث، وقرر المرور أن الخطأ من سائق السيارة الأخرى 100%، فهل يرد ذلك الابن؟ نعم، إذا قرر المرور أن الخطأ من المقابل وليس من الابن، وارتفع الأمر إلى المحكمة وأقرت هذا التقرير، ليس على الابن شيء، يتراجع المحكمة. فإذا حكمت المحكمة بتبرئة الابن من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها 100%، فالابن لا يمتنع من الميراث، لأنه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا مات الزوج عن أم ولد لم يعتقها حتى ماتت، فهل ترث زوجها؟ الصحيح أن أم الولد مملوكة، الصحيح أن أم الولد مملوكة ولا ترث، ولكن وبالإجماع أنها مملوكة، لكن بعضهم يقول أنها تعتق إذا مات سيدها، لا يبيعها دام حي، ما دام حي هي تبقى تحت ملكه، لكن لا يبيعها لأنها مثل المدبر، فإذا مات عتقت. والبعض الآخر يقول لا، إنها رقيقة تباع، وهذا هو الصحيح الذي أيده ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، إن أم الولد أنها رقيقة، يجوز بيعها ويجوز إعطاؤها وهبتها ولا ترث ولا. نعم. لأنها ملك يمين. نعم. المذهب أنهم يتوارثون، هذا مذهب الحنابل. نعم. المعمول به الآن أظن في المحاكم أنهم يتوارثون على المذهب، يتوارثون على المذهب، يقدر موت أحدهم أولا ثم يورث ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بأنصبائهم ويعمل جامعة، فإذا انتهى منها قدر أن الميت الذي قدره في المسألة الأولى قدره أنه مات أولا، وهكذا حتى ينتهي موضوع الأقارب الذين ماتوا في حادث واحد. فالمذهب على أنهم يتوارثون احتياطا، لأن الأصل
الأصل هو الميراث، هذا هو الأصل، ولا ينتفي الميراث إلا بيقين ما يمنعه، وليس عندنا يقين يمنع. ما ندري أيهم مات أول، ما ندري أيهم مات أول، ما ليس فيه يقين، فيه احتمال، والاحتمال لا يبطل الميراث، ونبقى على الأصل، هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة. ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون، والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهقي، الرحبي يقول لا تورث زاهقا من زاهقي، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصل الميراث، ولا يبطل الميراث إلا بيقين يبطله، وليس عندنا يقين. نعم نعم. فضيلة الشيخ، لو مات عبد الرقيق عن ابن وبنت فهل يكون شيئا من أبيهم؟ الرقيق لا يورث، ماله ملك، ملكه لسيده، إذا مات يروح ماله لسيده، ولو له أولاد مالهم شيء، المال للسيد. نعم. وهل يختلف الحكم بحريتهم أو عبوديتهم؟ ما يختلف الحكم، ليس لهم شيء، ما دام أبوهم رقيق فماله لسيده، سواء كانوا هم أحرارا أو عبيدا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية وكذلك العكس، وإذا لم يكن هناك وارث؟ لا توارث بين مسلم وكافر، ولو تزوج مسلم كتابية فلا توارث بينهم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا يعم الزوجات الكتابيات. نعم. وإذا لم يكن هناك وارث آخر فأين يذهب المال؟ إذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي الأرحام كما عرفتم، لذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك ذوي أرحام صار مقطوع ولا يعرف له أحد، فإنه يروح لبيت المال، يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين. نعم. لأن السلطان وارث من لا وارث له. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك قرار، فهل ترث الزوجة أو لا ترث؟ إذا لم يكن متهما فلا ترث، طلاقا باينا لا ترث، وهو غير متهم، لأن سألته الطلاق، هي اللي سألته وأجابها، هذا غير متهم فلا ترثه. نعم. فضيلة الشيخ، هل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل المنتين شتى دليل على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ نعم، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية، أما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع، ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟ الخطاب بفروع الشريعة إنما يكون بعد صحة العقيدة. نعم، فالجمهور على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا أو مشركين، لأن الفروع تبنى على العقيدة، والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها. كيف يطلب من الكافر أن يصلي أو يدفع الزكاة أو يصوم رمضان وهو ليس بمسلم؟ هذا ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن يبين لنا روابط الجمع في المطر، وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ أما الجمع بين الظهر والعصر فلا، ويقول صاحب المغني إنه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الظهر والعصر، والحديث الذي ورد أن الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر حديث لا يصح، الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر غير صحيح. أما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز إذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم إلى المسجد، أو كان هناك وحل وهو الطين الرقيق الذي يلوث الأقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد، فيجوز لهم الجمع من أجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الأذى. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب
أو عدم الوحل فإنه لا يجوز الجمع. فهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الشباب الله يصلحهم اللي يتولون إمامة المساجد يتسرعون في الجمع، تسرعون في الجمع، وكذلك بعض العوام، بعض الأئمة الذين هم ليس عندهم علم تسرعون إلى الجمع بدون عذر، وهذا لا تصح معه الصلاة لأنهم صلوا العشاء قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا لعذر شرعي، عذر الجمع الصحيح، وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة، يجب عليهم إعادتها لأنهم صلوها قبل وقتها. فالمسألة خطيرة ما هي سهلة. الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يجمعوا إلا من عذر واضح بين، إما مطر ينزل بغزارة وقت الصلاة، وإما وحل يتأذى به المارة إلى المسجد، وحل واضح بين، أو مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها، فهذا عذر واضح. أما مجرد وجود غيم أو وجود رذاذ أو وجود مطر خفيف هذا أمر لا يجوز الجمع فيه ولا تصح الصلاة معه. لا حول ولا قوة إلا، وهذا من تسرعاتهم أيضا، الصلاة في الرحال ما جاء وقتها ولا جاء لها موجب، ما جاء لها موجب. نعم يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.